ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كويسين وفي خير وفي سعاده وفي سلام. وحشتوني جدا. النهارده اتكلم عن دار من الدور اللي ما اتكلمتش عنها قبل كده عندي في القناه، والحقيقه ان انا شفت ان مش كتير من الناس اتكلمت عنها، وصحيح هي معروف بعض عطورها عند الناس لكن مش كتير من الريفيور العرب اتكلموا عنها. عشان كده كنت حريص النهارده ان انا اتكلم عن عطور الدار دي. هتكلم عن اربع عطور من داخل هذه الدار. هو واحد اسمه دانيال جاليجر كان قاعد، وبعدين وهو قاعد كده قال لك يعني قال لا الناس عماله تنسخ من بعض العطور وعمال يشتغلوا بشكل تجاري وبتاع ومش عارف ايه. طب ليه اللي يخليني ما اعملش يعني دار عطريه تقدم مستويات جديده من العطور او تقدم افكار مختلفه من العطور وانا صغير يعني؟ فزي ما تقول كده اقتنع، فابتدى يعمل لاين من العطور وعمل دار اسمها جاليجر. هو الانف وراء اغلب العطور اللي فيها، او تقريبا كل العطور اللي فيها. خلينا نتكلم عن اول عطر فيها النهارده، وهو بيهولد باتشولي. زي ما انتم شايفين كده دي شكل العبوه بتاعته، اللوجو زي ما انتم شايفين كده ده شكل اللوجو. الحين عبوه سامبل قوي، يعني العبوه بسيطه للغايه. اول ما بتفتحها بينزل الازازه اللي هي ساعه ال 50 مللي، اللي اغلب عطورهم يعني ساعه 50 مللي، بتيجي بلون مشحم اسود وبلوحه معدنيه دايما زاهيه من هنا. والحقيقة فكرة الكاب كمان عجباني جدا، حلو قوي. والكاب يعني زماك وتقيل ولطيف. ده شكل العبوة زي ما قلت، هي عبوة بسيطة للغاية، لكن الحقيقة قدم هو في هذا العطر نموذج مختلف لفكرة توظيف الباتشولي. احنا فاكرين جدا انه الباتشولي تم توظيفه او بيتم توظيفه لصناعة قواعد عطرية، لصناعة هارت عطري، لوضع تأثيرات إرثية ترابية أميل إلى أنها تكون خشبية مثلا. في تحس أنه هو تم توظيف الباتشولي لإطفاء نوع من أنواع رائحة الطبيعة، فتحس أنك شامم حاجة ناتشورال جدا أو كده. لكن التوظيف هنا كمان مختلف، اعتبار أن الباتشولي نوتة رئيسية بيتمركز حواليها العطر. اتذكر مثلا انه تم قبل كده كسر الباتشولي بحاجات كتير. الباتشولي نوتة قاسية جدا، ولذلك يتم توظيفها مع مجموعة نوتات. طب لو هي النوتة الرئيسية، تلاقي سول باتشولي في دار فيرتس مثلا عملت سول باتشولي كسرته ببعض من الحمضيات والفاكهة، قدمت نموذج رائع جدا للباتشولي. ايضا عطر نيكولاي باتشولي، باتشولي انتنس، يعني افرطوا جدا في استخدام الباتشولي، وكل ما يدعم قساوه هذه النوته في عطر زي باتشولي انتنس. حقيقه عطر له عشاق ومحبوه، عطر رائع. لكن خلينا نقول انه لا، هنا الباتشولي مختلف. اولا هنا الراجل استخدم بعض الحمضيات البسيطه جدا في الافتتاحيه، استخدم فيها برتقال مر اللي استمر مع هذا العطر الى النهايه، او يكاد يكون الى الدراي داون. برتقال المر لم يستخدم وحده، ظهر الباتشولي بقوه شديده بحسب الرائحه اللي انا بشمها، وطبعا اسم العطر بيركز حوالين الباتشولي. وتم كسر الباتشولي وحده هذا الباتشولي بحاجه زي ايه؟ بودره الشوكولاته. دي توظيف بالنسبه لي جديد جدا في حكايه كسر القسوه بتاعه نبته الباتشولي. بودرة الشوكولاتة كانت وظيفتها ان تاخد الباتشولي من كونه ارثي او ارضي او ترابي او طيني، لكونه الى حد كبير عامل افكت خشبي اكتر منه طيني او ارضي، وبعدين يحسسك بانه كريمي الى حد ما بسبب وجود بودرة الشوكولاتة. بودرة الشوكولاتة خدت النوتات في منطقة تانية، لكن العطار لانه ذكي برضو الحقيقة استخدم من اللبان العماني. اللبان العماني اضفى عمق للشوكولاته دي مع الباتشولي، يعني ما سابش العطر وكانه مسطح، لا اطفاله شيء من العمق. فعشان كده انا عجبني، يمكن من اكتر العطور اللي عجبتني في المجموعه يعني بيهولد باتشولي، لانه فكره جديده ومختلفه، وانا بجد حسيت انه العطر الى حد ما في منطقه اليونيك، فعلا قدم حاجه محترمه. وحبيت استخدام وتوظيف الباتشولي هنا مع قواعد خشبية عنبرية أضفت حلاوة ما من الرائحة اللي إلى حد ما سويتية مع راتنجية مع لا. بصراحة الحقيقة في زخم من النوتات الجيد في هذا العطر. هذا العطر أداؤه من المتوسط إلى فوق المتوسط بحسب عدد الرشات وبحسب التوقيت المناخي، اللي أنا بشوف من وجهة نظري إنه مثالي جدا في الخريف وفي الشتاء. هذا العطر يعبر الحقيقة عن شخصية
كلاسيكية سمارت، بتلبس ما بتلبسش فوضوي، ما بتلبسش كاجوال، لكن في نفس الوقت كما هي جادة كما هي شخصية آمنة. بشوفه طبعا أحادي الجنس، يعني ينفع للجنسين، لكن في نفس الوقت بشوفه أنه مش هينفع للسيدات بتوع اليومين دول. يعني ده عايز سيدة تريد أن تتعطر بعطر يضفي إلى شخصيتها شيئا جديدا، يعني مش هيزيدها أنوثة بقدر ما ممكن يزيدها وقار، ممكن يزيدها شخصية، ممكن يزيدها كاريزما. لكن لا تتخيل المرأة حينما تسمع هذا الريفيو أنه ممكن عطر زادة يجعلها أكثر جاذبية وأنوثة على الطريقة التقليدية بتاعت اليومين دول، انه يبقى مور شوجري، مور سويت، مور سوب، يعني مش هو ده. طيب ده العطر الاولاني من هذه الدار. العطر التاني الحقيقة هو عطر غريب، عطر غريب، مريب، عجيب، يحتاج الى تدقيق لانه مش سهل ابدا الحقيقة. العطر اللي بعد كده هو غوزي اول دايي. العطر ده من العطور الغريبة اللي أنا شميتها بحياتي. ده مش معناه أنه بالأحرى وحش، ولا معناه أنه برضو حلو، ده معناه أنه غريب فعلا. عطر مش من السهل تقبله. هذا العطر يا إلهي تشعر وكأنه أحد عائلات أنجل شير أو جان أمبر نرجيل، اللي هي السكة المور سويت والجورمو كمان، تحس ان هي خليط ما بين الهاني وما بين الحاجات. لكن بتقدر تشم في البداية رائحة خمورية كحولية، مش كحولية اللي هي الكحول، لكن كحولية على طريقة المشروبات الكحولية. تحس ان الريحة هنا نفاذة جدا لدرجة انا نفسي ما حبتهاش. وبعدين بتشم ريحة وردة، هذه الريحة كمان بتعزز ريحة الوردة بشكل كبير. برضو ريحة الوردة هنا يعني نفاذة جدا وواضحة جدا، برضو بطريقة يمكن ما كانتش مناسبة لذوقي قوي. مع ذلك انك بتشم الوردة دي على طريقة كأنها هي طبعا وردة تركية سجلقية كده، تحس ان هي حادة جدا، بس تحس انه البارفان بعد حوالي ربع ساعة بيتحول الى حاجة افضل. مش معنى ان الحاجة الاولانية او الاوبننج بتاع الحاد جدا من المشروبات الكحولية وما بين الوردة انه ممكن يكون وحش، لا هو مش وحش، هو بس مش مناسب لذوقي، لكن قد يكون مناسب لذوق حد تاني. انا في وجهة نظري بشرح لك العطر بشكل او باخر. العطر الحقيقة حاسس ان العطر عامل كده، يعني انا حاسس ان العطر ده لو عامل كده شوية كده، يعني لو كانت ظبط شوية كده بقى افضل كتير، لكن الحقيقة لا. العطر الحقيقة أداءه ملفت جدا ومن أفضل المجموعة يعني أداء، ومن العطور اللي الناس كتير قوي اتكلمت عنها، يعني عمل جدل الحقيقة. ده من أكتر العطور اللي عمل الجدل في الدار دي. عطر غوزي أنا رأيي أنه عطر لا يصلح للشراء الأعمى، ويجب تجربته أولا. وطبعا بشوفه أنه عطر أكثر منه من كونه كاجوال أو فوضوي، كلاسيكي يصلح لمناخ الخريف والشتاء، وبشوفه من العطور الناس اللي بتحب الورود والمشروبات الكحولية. هتحس انك انت شامم ازازة ويسكي مثلا لما ترش هذا العطر، والريحة دي انا ما حبيتهاش قوي، او توظيفها في العطر ده ما حبيتوش قوي. العطر رقم 3 اللي معانا هو الراجل اللي هو دانيال جاليجر. ده له زوجة اسمها ميندي راوز جاليجر، فغالبا كانوا قاعدين، وبعدين هو حتى نفسه بيحكي، يعني هو كانوا قاعدين في الجائحة بتاعت كورونا، قالوا احنا قاعدين ليه صايع وفاضيين، طب ما تيجي يا جماعة، ما تيجي يا ميندي يعني نقدم شيئا جديدا معا، يعني نبقى انا وانتي خلف مجموعة او خط او لاين عطور مختلف في نفس الدار بتاعت جاليجر. فالحقيقة العبقرية نادرة قدمت لنا عطر بيجي في زجاجة 60 ملي طبعا بتركيز الاكستريت وبرفم بيرليسنت، ده اسم اللاين بتاعهم، بيجي في شكل الزجاجة اللي انتوا شايفينها دي. العطر ده اسمه بقلاوة، يعني عطر بقلاوة، هو عايز يحاكي رائحة البقلاوة، مش عارف عارفها منين ابن اللذين ده. وبعدين هو الحقيقة عمل بارفان طبعا زجاجة مختلفة إلى حد كبير، بتيجي في زجاجة أنا رأيي إن الزجاجة مش أحسن حاجة في الدنيا، بتحس إن هي زجاجة من بعيد شكلها رخيص إلى أن إنك تمسكها فتحس إن هي لا مش رخيصة ولا حاجة. طيب عطر بقلاوة
غريب، انا عن نفسي ما فهمتوش ومش فاهم ايه وجهة نظره عن البقلاوة. انا رجل عربي واعرف ريحة البقلاوة وبنعملها يعني. هنا نوتات خضراء، انا حاسس ان انا دخلت بستان اخضر، لكن في مكونات حلوة على رأسها مثلا الفستق، في رائحة سويتية جدا، في رائحة كده تحس كومبلكس ما بين الكاكاو والشوكولاتة والهاني، محطوطة برضو كلمحات بسيطة في هذا العطر مش بحضور قوي، فبيديك جانب من جوانب ريحة الحاجة السويت، الحاجة اللي هي شبه حاجة مخبوزة أو حاجة مصنوعة لتكون قطعة حلوة. لكن الغريب إنه أغلب هذا العطر بالنسبة لي هو مكونات خضراء وردية زهرية. يعني مثلا أنا للوهلة الأولى حسيت إن أنا قاعد في المنتزه القديم. أنا ما رحتش المنتزه الحالي في اسكندرية بعد التجديد، لكن أنا متذكر جدا المنتزه القديم بزهوره وأشجاره ووروده وتلك الريحة الفردوسية اللي كنت بحسها في المنتزه في الإسكندرية. هنا تحس كمان هناك رائحة حشائش في هذا العطر، يعني رائحة ما بين الأخضر وما بين الجفاف، تحس إن هو حشائش خضراء جافة مع بعض الزهور. كمان هناك طابع خفيف أنيمالي في هذا العطر، يعني مرش هذا العطر يعني بداية حلوة جدا من بعض الحمضيات والحشائش، لكن تتحول كمان إلى أكثر خضار، وبعدين محطوط في النص فستق وطعمه حلو، يعني فستق مرشوش عليه عسل، محطوط عليه عسل مثلا، محطوط في نص العطر، فتفهم حاجة غريبة، حاجة غريبة جدا يعني. ثم بيتحول حاجة بعد شوية بقى إلى رائحة أقرب، الفستق هو اللي عامل التأثير ده، إن رائحة أقرب إن هي تكون حاجة من الأشياء التي تحضر لتصبح حلوة زي حلوى البقلاوة. فعلا هذه الرائحة بتتحول بعد قليل إلى رائحة تشبه البقلاوة وليست البقلاوة، أو هي بقلاوة بس غالية قوي، يعني تاكلها ب 150 يورو كده، دي يعني دي بقلاوة غالية شوية. الحقيقة عطر من أشهر العطور اللي موجودة في الدار بتاعتهم، والحقيقة عطر جميل، أنا عجبني وحبيته، ومن الحاجات اللي انبسطت بيها يعني لما شميتها، وحسيت إن هو مركب وكومبليكيتد مش عطر سهل. طيب العطر اللي بعد كده هو آخر عطر معانا، وهو عطر ويكد جود. العطر ده من أغرب العطور اللي أنا شميتها برضو عندهم في الدار، عطر غريب جدا جدا، غريب غريب يعني. خلينا نستعرض هذا العطر معانا. طبعا عطر بقلاوة ده كمان يصلح إيه بقى لكل فصول السنة من وجهة نظري، بس كمانه مور سويت، فهو ممكن يبقى في الشتاء والخريف أفضل. طيب الناس اللي بتحب الشوكولاتة الدارك الخالية من السكر هم على موعد مع هذا العطر. أنا مش من الناس اللي أفضل إن ريحتي تبقى شوكولاتة، لكن الناس اللي بتحب ريحة الشوكولات البودرة الشوكولاتة، اللي بتحب الشوكولاتة الدارك اللي بتتاخد مع فنجان القهوة السادة السكيتو، مش حتى المانو ولا المظبوط يعني، أوكي السادة السكيتو حرفيا، الناس اللي بتحب ريحتها تبقى ريحة شوكولاتة مشكلاتة مع شوية فانيليا مدغشقرية كده، أنا أدعوهم جدا لهذا العطر ولتجربة هذا العطر، بل والاقتناء هذا العطر إذا كنتوا بتحبوا الشوكولاتة. أنتوا هنا هتشموا الشوكولاتة بشكل فاره فخم إليجنت قوي، مش هتشم الشوكولاتة على طريقتها الشرب ولا على الطريقة السويتية، ولا تحس ان هي شوكولاتة من ام 50 جنيه، لا هنا انت هتحس ان دي شوكولاتة فرنساوي من النوع الكريم دول كريم قوي ونخبوية جدا، وبياكلها الارستقراطيين مع فنجان القهوة السكتو زي ما قلت لكم. ده العطر بشكل او باخر، وهو احادي وحين يتدرج من الشوكولاتة الى الفانيليا، ما فيهوش اضافات كتير، ما فيهوش اختراع كتير، اشبه للفليفر منه انه يكون عطر مركب او كومبليكيتد، بس الحقيقة هي ريحة شوكولاتة غالية جدا. اداؤه جميل جدا،
مش عارف مين الناس اللي ممكن، بالتأكيد الناس بتحب ريحة الشوكولاتة، حتى البنوتات بيحبوا ريحة الشوكولاتة، بس هل يحبوها على الرجالة؟ مش عارف. البنات بتميل أكتر إنها تشم ريحة الفحولة والذكورة الأروماتيكية يعني، لكن خليني أقولك إنه هذا العطر سيكون اختيار موفق جدا إذا كنت من محبي ريحة الشوكولاتة، أو إذا كنت تحب يبدو عليك إن أنت ريحتك شوكولاتة. ينفع يتلبس على حاجات فوضوية كاجوال حاجات كده؟ لا، انا بشوفه انه ممكن يتلبس على حاجات اقرب للسمارت منها لغيرها علشان يبقى الافكت بتاعه لطيف، يعني تبقى شكلك كلاسيك جامد وتكسر الجمود ده بان يبقى ريحتك شوكولاته مثلا. دي الحاله الوحيده اللي ممكن. طبعا اداء العطر جميل لطيف، في الارتداء الكامل بيديك الحقيقه بيرفورمانس كويس جدا. ده كان رايي عن الاربع عطور بتوع دار جاليجر، وكان لازم إطلالة سريعة جدا على هذه الدار. وقولوا لي في الكومنتات إذا كنتوا أنتوا جربتوا حاجة من الدار دي أو لا، وأدعوكم لتجربة هذه الدار، وأنا متأكد أنها تكون تجربة إن شاء الله مختلفة. وأنا عايز أقول لكم وأشكركم على كم الرسائل الضخم الداعم اللطيف منكم، وسامحوني على الماسنجر لو أنا مش بعرف، أو على الانستجرام مش بعرف أرد على كل الرسائل بسبب كثرتها مش بسبب إهمال مني والله ولا حاجة. فأنا بشكركم وممتن جدا ليكم يا نخبة يا الكعب العالي. طيب الله صباحكم ومساءكم، دمتم في خير وعلى خير. السلام عليكم.